شفت؟ أول مثلا يلا تا أفتح تاكل حيت البقرة عجبها. اش عجبها؟ البقرة عجبها الأكل. بستي بستك؟ ايه مسكينة. وعطيها الأكل. عطيها شتي يا بابا بستي. هذه بقرة. بقرة هذه بقرة هولشتاين. هذه سميتها بقرة هولشتاين. بسمة اش كديري تما؟ كتهزي الاكل ديال البقرات تعطيهم الاكل. هادو البقرات هولشتاين. هادي عجلة ديالهم. هادي بيبية ديالهم. سلام لاباس عليك كي دايرة؟ هانية وبغيتي تاكلي حبيبتي. واخا مرحبا مرحبا مرحبا. عديدة عديدة عديدة. كيف ترضع تسحب يدي تسحب هاد البزولة. راه ماشي البزولة هادي راه يدي يدي. سلام بقرات الضحكات. بسمة عطيتيهم الاكل اختي؟ دير ليهم على لونسيلاج. لونسيلاج والعيد مركب مركب مركب. ما دير ليهمش هذا السوجا ولا انس السوجا تنت ديروا لهم هذيك الغبره هذيك البيضه ولا الغبره. واه سامبي واه سامبي ولا كاع زوينين تبارك الله. ما تخافيش ما تخافيش. خفت من البوبوشات جايين طالعين دابا هادو غنديهم للدار ونديرهم على وجهي نصفو في وجهي. يا دابا انت اللي عرفتي الفائدة ديالهم. راه كل عرفتي الفوائد ديالهم. هادي هي اللي واصلة دابا ياك؟ واه هاد لقيت هاد الماكلة ياك داكشي باش واقفين هنا؟ واه واقفين دابا شوية تندخلها. يلاه جيب صومة يلاه نمشيو. يلا زيدو. يلا عطيهم الاكل عطيهم الاكل اختي. لا ما تاكلكش عطاها. ها قالت لك يلا سير بحالك. يلا هاك هاد البيضات. عمو عطاك بيضات. شكرا. انت جوج وانت جوج. لا صافي طيحيهم. شكرا. مستجدات. يلا يلا تصور مع البقرات. فين ماني نضار لاباس عليهم؟ كي دايرين؟ المرا ما كايناش مع الدراري العطلة. العطلة سافروا خليهم يمشيو يبدلوا الجو. مزيان. عطيه عطيه ما تخافيش ما تخافيش. عطيه باش نصورك. يلا عطيها. برافو. شتي يا بابا. شتا. خليهم يعاونوك. لا الدراري اشكي يعطيو على الماكله يهنيوك على الماكله. الماكله ورا على الماكله النيتيه اللي كاينه. واه يهنيوك على الماكله. هذيك تنكش لك وهذه تعطي الماكله. واه ماما واجدين تشوفوا هنا. ما تخافش. لا ما تخافيش.
يلا حتى تاكل. لا لا ما يبكيوش هادو. والله ما يبكيو، نقول لهم دابا نمشيو، نقول لك عا بسلامة. بابا واش ياكل؟ شتي مسكينة كتاكل فيها الجوع. الجبو. يلا حتى تاكل. لا ما تخافيش. يلا اجي بسمة، اجي بسمة. ماشي هذيك هي الماكلة اللي كيبغيو، هذيك الفراش ديالهم هذاك. اجي هي راه شطبات لك البلاصة. لا لا تيبغيو هذا، تيبغيو هذاك. شنو هو هذاك؟ شنو هو هذاك؟ السبولة. هذيك السبولة، السبولة سميتها السبولة ديال القمح. عجباتها بابا. شفين فوقك انت؟ ايوا عطيها، عطيها بنتي، عطيها. شتي؟ شتي بوسي فري؟ شبغا؟ قالت لك ما ديريش البسالات هذه، ما خصكش تهزي هذه المدرة هذه. الله يسر، صعيبة. الله يحفظ. حتى من الدراري من ولادك رديهم البال. ما يلا يلا صافي، يلا نمشيو ليه للطبيعة، نشوف الطبيعة مزيان. يلا هو. يلا هو الناس بركة. يلا بسمة، هذاك خايب داك الأكل. بسمة خايب هذاك الأكل، هذا ما زوينش، هذا خايب. ها هو اللي زوين، هذا هذا هو الأكل ديالهم اللي زوين. هذا شوف الإسكارغو، ها هو، ها هو لقيت واحد إسكارغو. لا هو اوا ببوشه حالة زونة. اشوف ارخص. لا عندك تجريها مسكين. واش تبارك الله ولا كبير هذا؟ واه يا بلاتي كبير درك من قدام، عاد تيكبر من اللي قدام. تعرف الطيبين؟ نجمع انا بعد الكوازه شي مره، لا سمع شي بلاصه غير الا كانوا على الثلاثه اللي نجمع وراسي. والله هو راه زوين في فوق بزاف. جيتي شويه وكي 12 بلاصه فين تنكبروا. ها هو شوف. عسي تتاخذ 5 درهم تعطيك في قدك. شويه كان كيفاش ندير ليها انا، كنجمعو وكنديرو في شتي بغي. عرفتي دابا هذا راه ولاو تيديرو به التجميل، هذا تيديرو به التجميل، الوجه والشعر. فيه واحد الماده سميتها الكولاجين، حيت البشره ديالنا فيها الماده ديال الكولاجين، تينشف لينا البشره. والماده اللي في هذا هي اللي كتجدد ديك الخلايا تتكون في البشره. راه الناس دابا في دخلتي الانترنيت تلقى دوك خبيرين ديال التجميل تيشدوا هذا براس وتيحطوه في الوجه وكيتمشى ليهم في الوجه. في الوجه ياه سبحان الله. دابا هذه الماده اللزجه، هاد المادة اللزجة اللي تيخلي هنايا الفيد، هذيك المادة راه مهمة بالنسبة لينا حنايا الجلدة ديالنا. واه هذيك المادة راه فيها غنية بالكولاجين، هذاك هو الكولاجين اللي تيخلي دابا هو هنايا هادشي. حيت البشرة بعد نواس تبقى تنشف لينا، تنشف. وهذيك راه هي المادة ديال الكولاجين، هي هادي. ها راه في البوش
كثيره راه هي تتكون فيها اكثر. ودابا راه خرجوا منه الكريمات، خرجوا الماسكات، خرجوا كلشي ديال ببوش. هذه نشوفوا هذيك البلاصه اللي خرجوا، واخا بلاتي نسد الطوموبيل.